إعداد قائمة التدفقات النقدية. المعلومات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية بتستمد من ثلاثة مصادر هي: 1. الميزانية العمومية المقرنة ما بين أرصدة بداية الفترة ونهايتها، حيث توفر تلك الميزانية العمومية المقرنة معلومات عن التغيرات التي تطرأ على كافة عناصر الأصول والالتزامات وحقوق الملكية ما بين بداية الفترة إلى نهايتها. أيضا المصدر الثاني قائمة دخل أو قائمة الدخل عن الفترة الحالية، والتي تساعد على تحديد التدفقات النقدية المتولدة عن أو المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للمنشأة خلال الفترة المحاسبية. المصدر الثالث أي بيانات إضافية أخرى يتم الحصول عليها من دفتر الأستاذ العام، وذلك لتحديد كيفية توليد النقدية أو استخدامها خلال الفترة. خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية. تبدأ خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية بالخطوة الأولى، والتي تتمثل في تحديد التغير في النقدية عن طريق حساب الفرق بين رصيدي النقدية أول وآخر الفترة في الميزانية العمومية المقرنة. 2. تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، وتعتبر هذه الخطوة أكثر صعوبة من الخطوات الأخرى لأنها لا تتضمن تحليل قائمة الدخل الخاصة بالفترة فحسب، وإنما أيضا تتطلب تحليلا مفصلا للميزانية العمومية المقرنة والبيانات الإضافية الأخرى. ثم يأتي بعد ذلك تحديد التدفقات النقدية لكل من الأنشطة الاستثمارية ثم الأنشطة التمويلية، حيث تتطلب تحليل كل التغيرات الأخرى الموجودة في الميزانية العمومية المقرنة لتحديد تأثيرها على النقدية. وللوصول إلى صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، فإنه من الضروري أن يتم التقرير عن الإيرادات والمصروفات تبعا للأساس النقدي، وذلك لأن قائمة الدخل التي تظهر صافي الدخل طبقا لأساس الاستحقاق تحتوي على كل الإيرادات والمصروفات المحصلة والغير محصلة، لذلك يتم إعادة تصوير قائمة الدخل تبعا للأساس النقدي، الأمر الذي يتطلب استبعاد أثر أي عمليات على قائمة الدخل لم تؤدي إلى زيادة أو نقص في النقدية، بمعنى أنه لم يترتب عليها أي دخول أو خروج للنقدي. ويمكن الوصول إلى صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى وهي تسمى بالطريقة المباشرة، ثم الطريقة الثانية والتي تسمى بالطريقة غير المباشرة، ويمكن بيان الطريقتين على النحو التالي: الطريقة المباشرة، وطبقا لهذه الطريقة يتم تسوية عناصر الإيرادات والمصروفات لكي تظهر بشكل مباشر كافة المقبوضات والمدفوعات التي تمت نقدا خلال الفترة، وسميت هذه الطريقة بالطريقة المباشرة لأنها تحتسب الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية مباشرة دون اللجوء إلى تعديل صافي الدخل المعد طبقا لأساس الاستحقاق، بمعنى أنه في ظل الطريقة المباشرة يتم إعداد قائمة الدخل مرة أخرى وفقا للأساس النقدي. الطريقة غير المباشرة، وهذه الطريقة تعتمد على البدء بصافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق، حيث يتم إجراء بعض التسويات اللازمة وذلك للوصول إلى صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. وسميت هذه الطريقة بالطريقة غير المباشرة لأنها تبدأ بصافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق ثم تعديله أو تحويله بعد ذلك للأساس النقدي، ولذلك تسمى أحيانا بطريقة التسوية، حيث تقوم بتعديل أو تسوية صافي الدخل بتلك البنود التي تؤثر على صافي الدخل لكنها لا تؤثر على النقدية، بمعنى أنه لم يترتب عليها دخول أو خروج نقدي. والطريقة غير المباشرة معناها أن المصروفات غير النقدية، أي المصروفات التي لم يترتب عليها خروج نقدية من الشركة، تضاف مرة أخرى إلى صافي الدخل، وذلك لأن هذه المصروفات التي لم يتم دفعها أي لم يترتب عليها خروج نقدية من الشركة أدت إلى زيادة المصروفات طبقا لأساس الاستحقاق، وزيادة المصروفات معناها
نقصان صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق، لذلك يتم إضافة تلك المصروفات مرة أخرى إلى صافي الدخل، في حين أن الإيرادات غير النقدية، أي الإيرادات التي لم يتم تحصيلها خلال السنة المالية، هذه الإيرادات أدت إلى زيادة صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق، لذلك يتم خصمها مرة أخرى من صافي الدخل لأنه لم يترتب عليها دخول نقدية للشركة، وذلك عند احتساب صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. الزيادة في رصيد حسابات المدينين، عندما تزداد أرصدة حسابات المدينين معناها زيادة رصيد المبيعات التي تمت بالأجل، أي المبيعات التي لم يترتب عليها دخول نقدية للشركة، وهذا يعني أن الإيرادات المحسوبة وفقا لأساس الاستحقاق أعلى وأكبر من الإيرادات المحسوبة وفقا للأساس النقدي، ومعنى ذلك أنه عند وجود زيادة في رصيد حسابات المدينين فيجب خصم تلك الزيادة من صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق، والعكس في حالة النقص حيث يضاف مقدار النقص لصافي الدخل. أيضا الزيادة التي تحدث في رصيد حسابات الدائنين معناها زيادة المشتريات التي أو مشتريات البضاعة التي تمت بالأجل، وهذا يعني أن المصروفات وفقا لأساس الاستحقاق أعلى من المصروفات وفقا للأساس النقدي. وقد ذكرنا أن زيادة المصروفات من شأنه أن يؤدي إلى نقصان صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق، لذلك عند وجود زيادة في رصيد حسابات الدائنين يجب إضافة هذه الزيادة إلى صافي الدخل، والعكس في حال النقص حيث يتم خصم هذه الزيادة من صافي الدخل. ويمكن تلخيص المعلومات السابقة المتعلقة بالطريقة غير المباشرة في الشكل التالي. يوضح الشكل التالي التغير الذي يحدث في أرصدة الحسابات خلال السنة. فإذا حدث تغير في حسابات الأصول المتداولة وكان هذا التغير بالنقص يجب إضافته إلى صافي الدخل، وإذا حدث تغير في حسابات الأصول المتداولة وكان هذا التغير بالزيادة فيجب أيضا طرحه من صافي الدخل. أما فيما يتعلق بالالتزامات أو الخصوم المتداولة فإذا حدث تغير في حسابات الخصوم المتداولة بالنقص يجب طرحه، وإذا حدث تغير في حسابات الخصوم المتداولة بالزيادة فيجب إضافته إلى صافي الدخل. أيضا في الطريقة غير المباشرة لحساب التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يضاف إلى صافي الدخل مصروف الاستهلاك والاستنفاد للأصول غير الملموسة، وأيضا خصم إصدار السندات لأن كل تلك المصروفات لم يترتب عليها خروج نقدي، أيضا خسائر بيع الأصول الثابتة، وأيضا المصروفات غير النقدية الأخرى مثل الديون المعدومة. أيضا يطرح من صافي الدخل مكاسب بيع الأصول الثابتة لأنه لم يترتب عليها دخول نقدية، وأيضا استنفاد علاوة إصدار السندات.